تواصل انفجار بعض المفاعلات النووية في اليابان دفع يورونيوز إلى الاتصال بالخبير الفرنسي برينو شاغيون الباحث في المفوضية المستقلة للبحوث المختصة في الإشعاعات في فرنسا، ويتحدث بخصوص الأخطار الحادقة باليابان بسبب التسرب النووي. في اللحظة التي يحدث فيها التسرب من الخارج بضعف 4 ملايين مرة من المستوى الطبيعي، هذا يعني أنه في غضون ساعات فقط يمكن أن تصل إلى الأشخاص العاديين وقد تتسبب في هلاكهم على المدى القصير. يجب بذل كل الجهود من أجل إبعاد الناس عن المجالات الملوثة. يجب أن يكونوا في مكان لا يؤثر على تنفسهم وفيه أقل قدر ممكن من الهواء الملوث. يجب أيضا ارتداء الأقنعة الواقية من الغازات، وإن اقتضى الحال أخذ اليود للحد من إصابة الغدة الدرقية بالإشعاعات. نحن فعلا في وضعية خطيرة ونقترب من كارثة حقيقية بالنظر لعدد المفاعلات النووية التي فقدت السيطرة عليها وتسرب المواد المشعة في البيئة. في اعتقادي هذا وضع مشابه لكارثة تشيرنوبيل، رغم أنه من السابق أن يكون لهذا معنى في اللحظة الراهنة. Après la comparer à Tchernobyl, c'est trop tôt, ça n'a pas de sens pour le moment.